الدار غالي وسكن من اختمار الحلم يجي النهار يقعد غريب الدار لأهلي وسكن بحار الدموع يا زمان ما سبتناش أبرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع عكسهم يفجر السخرية وأصفى ضحكة تتف بحار الدموع مجدي جه يا شباب شفته؟ زي ما توقعت بص يا معلم احنا ما عندناش اي مشكله اننا نتخانق بس قول الاول هتعمل ايه في منظرك قدام الجيران دي هتبقى فضيحه يا سولي انزل يا سولي لو راجل اللي لا دخلتك يالا فضحنا واللي كان كان مستخبي يا جبان طب ورحمه الكونتيسه لا خليك مسخه قدام عمارتك في ايه يا ولد تحترم نفسك ايه الغاغه اللي انت عاملها دي انا محترم نفسي يا عم الحاج احترم انت بس سنك بنات الناس مش لعبه الواد اللي عندكم في العماره ده بيعاكس واحده من اهل بيتي تتلم بقى ولا ايه اللي انت بتعمله ده مش تفهم الاول لما عندك انت هو ايه ده اسمع ده انت يلا احنا ناس محترمين قوي وكل المشاكل اللي بتحصل دي بسببك وانا بصفتي رئيس اتحاد الملاك عايز ابلغك رغبه السكان انت غير مرغوب فيك وفضلك يومين كده ولا ثلاثه وتمشي من هنا خالص بس انا كده مرضي يا عم الحاج سلام يا ابن سليم البدري احلى فول واحلى فطار الله انتوا مش متخيلين انا فرحانه قد ايه رجعتوني لاحلى ايام عمري وبيوتنا اللي كانت مليانه بالحبايب يا زهره دايما عامل بحسكوا يا قمر اهدى 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 ايه الكلام البلدي اللي انا سامعاه ده ايه ده وايه الفول والطعميه والحاجات الاورانج اللي انا شايفاها انتوا هو انا قاعده فين في بيت عليا في الحلميه وماله الفول والطعمية وماله كمان بيت عليا مالوش نازك هانم عمرها ما بتنسى طرها حمد لله على السلامة يا نازك هانم شكرا زهرتي يا ريت يا اخوانا ننسى زمان وايام زمان علشان انا زمان ده جابني ورا خلينا عايشين اليومين الحلوين دول ما تتصوروش يعني اللمة اللي احنا فيها دي فرحتني طب الحمد لله يا حبيبي
انا عايزك تدعي لي يا امي، عندي ميعاد مع المنتج بتاع الفيلم هنبتدي شغل فيه. يا حبيبي الحمد لله، بس انا عايزه منك حاجه يا عدوله. امري اديني دور في الفيلم. دور ايه يا ماما؟ هي ناقصه عايزه تمثلي؟ وليه لا، هم يطولوا دقات نازك هانم بس الهدار. ايوه يا مامي انا نازك عندها حق عادي يعني. اخرسي، ايه انا دي؟ انا ايه يا بنت انتي؟ انا نازك هانم. سوري انا ايه ده يا طنط نازك؟ ايه قصدي يا نازك هانم. انت عاوزه حفيدتك تقول لك يا هانم؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت يا بتاع انت؟ انت ليه حطاني على راسك يا قمر من دلوقتي؟ امال هيحصل ايه بعد كده؟ انا يا 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 خبر، ده انا احطك فوق راسي يا نازك هانم واشيلك فين عيني واش يا ده انا اعمل معاكي كل حاجه وادي راسك. طيب يا اخوانا انا مبسوط ان الفيلم الكوميدي ده هينتهي على خير، وببوسك علشان عندي لازم الحق ميعاد المنتج. ها طيب ما تنساش الدور بتاعي. حاضر يا ماما. اكلتش يا حاج؟ اهو طعميه. طعميه خليهم اتنين. سلام عليكم. باي باي. شايف عليكم السلام. المهم بقى يا رجاله، بعد ما شلفطنا الواد طلع ابن خال ام جمال، وفاهم بقى ليه سليم البدري وفلوس وكده وبتاع، مش عارف انه وراه رجاله كحول ما يفهمش يا ولداه. انا عاوز اقول لكم عفارم عليكم يا رجاله، الله ينور. بس الصراحه بقى الواجب كان بيحتم عليكم ان كنتوا تبلغوا في الاسم. نبلغ ايه بس يا جمعه؟ هو انت شايفنا في شرطتكم؟ وبعدين ده المعلم زينهم على سنه ورمح، اسطوره الحلميه. تما المفروض يا رجاله بصراحه ما تنسوش فضل حماده تهرب شيطان الامباليه. العبد لله عارف بولاق حته حته ومطب مطب وبلاعه بلاعه. طب يلا يا عم تربو، خد مشروبك وورينا عرقوبك. يعني اقوم بالظبط كده زينهم؟ انا عايزاك ثانيه يا اختي. خلص المشروب بقى ورينا العرقوب. يلا يلا. هيا زينهم يعني ساكت، ما قلتليش رايك ايه في الجوازه دي؟ خلاص يا اختي اتحجبي واتجوزي، صراحة يعني كده أحسن من قعدتك لوحدك من ساعة ما رجعتي من بلاد بره. أنا قلت إنك هطرحها، بس ما كنتش فاكرة إن أختك ما تفرقش معاك للدرجة دي. ده أنت حتى يا أخي ما سألتنيش مين العريس. ما يهمنيش بصراحة مين هو، قد ما يهمني إنك تتستري يا أختي. يا فنان أنت تشرط وكل شروطك مجابة. هما تلات أربعة أشهر الأول هكتب فيهم السيناريو وما تزنقنيش. حقك يا مبدع وبراحتك. وبعد كده هنبتدي نشوف الكاست. أنت تحلم بس، ها؟ أنت تحلم يا فنان وعباس ينفذ. الفيلم ده أنا عايزه يجيب إيرادات، والمسألة دلوقتي في اليومين دول مش سهلة. أهم حاجة بقى إنك تشتغل بمزاج عالي وتتحفنا. قول لي يا عباس، انت ازاي مؤمن بموهبتي قوي كده؟ ده انا نفسي مش مؤمن بيها للدرجه دي. انت اصلك ما تعرفش عباس لبيب، انا عندي حاسه كده بلقط بيها العبقره اللي زيك بالظبط كده. وبكره تقول عباس كان عنده حق. صدقني ما نكشف ورقنا يا سياده الوزير وتقول لي شايل مني ليه؟ اللي خلاك تقول كده مع الوزير؟ المعلومات اللي عندي انك نازل تقابل الرئيس كمان ساعه، وانك من اكتر المؤيدين لخروجي من الوزاره. طيب طالما فتحنا قلوبنا لبعض بقى وبنتكلم بصراحه، انا مش من اكبر المؤيدين لخروج من الوزاره، لا ده انا صاحب فكره خروجك من الوزاره للدرجة دي. طب ليه؟ الأوضاع الفترة الجاية دي يا حلم بيه لا تحتمل أي حلول وسط. يعني اللي مش معايا هعتبره عليا، ومش عليا وبس، ده أنا هعتبره عدوي. البلد على خندق نار كبير، يا تسيبونا طفيه يا إما هتولع فينا كلنا وحتاكلنا. بس أنا من أكبر المؤيدين للنظام يا سيادة الوزير،
أنا النظام يا حلمي بيه، أنا اللي بحكم مصر. أنتوا إيه؟ أنتوا إيه يا سيادة الوزير؟ وسامحني على حدة لهجتي يعني. أنتوا بتناموا في بيوتكم وبتركبوا عربياتكم وبتتفسحوا في منتجعاتكم عشان أنا اللي بحميكم. مش بحميكم أنتوا بس، لأ، ده أنا بحمي البلد كلها وبحمي شعبها. بحمي شعبها يا حلمي بيه من السوس اللي بينخر جواها باسم الحريات والديمقراطية. الديمقراطية اللي بتغلفوها بورق سلوفان ويطبعوها في البرلمان. والمطلوب الولاء التام. اتفقنا عشان مصلحة البلد. طبعا. مبروك يا معالي الوزير، انسى كل كلام اتقالك. كلمة شرف؟ عيب. حاجة محترمة فعلا. على فكرة حسن بيه، قناة بي تي في دي هتبقى أحسن قناة في مصر. لا لا لا، مش في مصر وبس، في الوطن العربي كله. وبكرة تقول صفوت سلطان قال. والله يا أستاذ صفوت، أنا بنقل كل خبرتي كدكتور في الإعلام عشان المحطة دي تبقى رقم واحد. طبعا بهيرة حبيبتي هي ملهمتي. أكيد. إحنا هنعمل لك يا أستاذ صفوت دعاية ما تعملتش لحد قبل كده. 10 أوت دورز في أهم أماكن في، ده غير الإعلانات اللي بأكبر الجرايد. صفوت سلطان في خلال أسابيع قليلة هيبقى حديث الساعة. إحنا يا أستاذ هنفضل وراك لحد ما نخلي البرنامج بتاعك أكبر برنامج توك شو في مصر. إحنا؟ إحنا مين؟ إحنا أنا وبهيرة. طبعا مظبوط مظبوط. بس هي أنا لغاية دلوقتي هايب حكاية الكاميرا دي الآن. هايب؟ هو حضرتك يا أستاذ صفوت بتهاب من حد؟ معرفش عنك كده. صح. طلاق بالثلاثة طلاق ما مطلق. انتوا فاكرين ايه؟ دي نزوكة، يعني شعلة الحب من اول لقة. اول لقة؟ بقولك ايه يا ابن انت، انت تغني عليها هي، انما علينا احنا لا. وبعدين لو عايز تدخل محاكم انا ممكن اوديك ورا الشمس. ده انا مستعد ابيع عمري وكل ممتلكاتي عشان اقدر احافظ على ناظر حب عمري. ممتلكاتك ايه يا نصاب انت؟ انت هتستعبط يا راجل انت؟ انا مش هرد عليك على فكرة. بقولك ايه يا ابن انت؟ انا محضرة لك شيك. شيك ب50,000 جنيه مقبول الدفع. تديني قسيمة الجواز المزورة وترمي عليها يمين الطلاق احتياطي يعني من باب الامان. تاخد الشيك ده. اخد الشيك؟ انا هاخد الشيك. انا هاخد الشيك يا حبيبي. ايوه، وادي يا سيدي قسيمه الجواز المضروبه ولا ليها اي عوزه. كلب فلوس. الله يخليك، خدامك طالع من بوقك زي العسل. يا ريت تنده لنا بقى الغندوره علشان نرمي عليها اليمين. مرسوم. سامحيني يا نزوكة. ما تخافش منهم يا مرزوق، هما مش هيقدروا يعملوا لك أي حاجة. وبعدين طلعت راجل جنتلمان وهيتفهم الموقف وهيطلعني. طلعت مين؟ أنت متجوزة عليا نزوكة؟ أهلا، دي حلاوت. وعايزين تبيع أمكم ب50,000 باكو وهي متجوزة 2، يعني 25 باكو الطلقة و25 باكو الفضيحة. ده انتوا مش طلعتوا ظلمة، ده انتوا طلعتوا كفرة. ده انا كده تبقى خسرانة معايا. هو ده وقت طلعت يا امي؟ اخر كلام عندي، انا هكتب لك شيك ب25,000 جنيه زيادة ماشي واتخلصنا. حاضر.
اتفضل. كده عشت. الو، ايه بتقول؟ ايه معقول؟ طيب 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 طيب. طب انا جايه جايه حالا على طول. في ايه يا صوح؟ انا بقيت وزيره يا عادل، بقيت وزيره. ايه مبروك. يعني وزيره؟ مبروك يا زهرة. طب اتفضل، ادي القسيمه قطعها بمعرفتك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. مرزوق. بتقول لك وزيره؟ مرزوق ايه وانا اعرفك؟ ده انا بخاف من امين الشرطه، تطلع لي وزيره. ألف مبروك يا صفوت. الله يبارك فيك، أنت مكسب كبير لينا، وأنا بدوري هعمل كل اللي أقدر عليه عشان تبقى القناة دي رقم واحد في مصر. ده من خلال رئاستي لتحرير القناة ومن خلال برنامجي. معلش سامحوني، مكالمة مهمة هرد وراجع على طول. لا لا اتفضل 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 يا دكتور. ألو. أهلا أهلا أهلا. لا والله أنا ما صدقتش لما شفت. ما تخافش، مفيش كاميرات هنا. بسم الله ما شاء الله، ذكية ولماحة جدا، وخصوصا حضرتك يعني بتاخدي بالك قوي من حكاية الكاميرات دي. صفوت احنا لسه على البر. لا لا لا، دي مجرد ملاحظة عابرة كده يعني، بتاخديش الأمور بحساسية. ده انا اقسم بالله افتكرت ان انت نسيتيني. انا ما بنساش حاجه، وبعدين احنا فعلا محتاجينك هنا، وجودك مناسب جدا لينا، واظن ان انت هتعمل شغل كويس. ورينا شطارتك. ما تقلقيش، انا صفوة سلطان وعاجبك قوي. على فكره جوزك ده حد جميل قوي، ابيض قوي من جوه. في تعديل وزاري حصل، وزهرة غانم جت مكان حلمي خليفة. زهرة غانم بقت وزيرة. هذا وقد أصدر السيد رئيس الجمهورية قرارا جديدا بتعيين السيد وليد اسماعيل صدقي وزيرا للبيئة، والسيدة زهرة سليمان غانم. سمعت اللي انا سمعته يا ولد؟ ايوه ايوه، انا اتهيألي سمعته بيقول زهرة سليمان غانم. معقول الكلام ده؟ وادي ربوي دي هي بشحمها ولحمها. ايوه هي هي. يا فرحتك ببنتك يا خالي سليمان، يا فرحتك ببنتك. ما جاتش من الذكر. ذكر ايه يا ذكر البط الزفر انت؟ قوم قوم فز، قوم هات التليفون، خلينا نتكلم عمتك وصيفة. طيب. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه. يا حلاوة يا ولاد، ترمية الجدب فايدة اهو يا ستي. يا دي الحظ المنيل، يعني كان حبك تزعلها يا يمكن مجدي، اهي بقت وزيرة وهتحطك في دماغها. لا، زهرة من جواها نضيفة، وبعدين دول اخوات والمصارين في البطن بتتعارك. الو. يا اخويا. يا حبيبي، انت عرفت؟ جاي؟ لا يا حبيب بيتك ومطرحك طبعا. لا لا، تشرف يا حبيب بيت اخوك طبعا. طيب اتفضل، الخاله وصيفه معاك اهي، اتفضل. الو. وابويا جاي ولا ايه؟ يا حبيبي جاي جاي، وجايب نبا والغفره، وهتبقى ليله عندنا، مش بعيد يجيب الجاموسه بتاعته معاه وهو جاي. انا نازل يا بنتي. واني كمان نازل. نازل رايح فين؟ واني سالتك انت رايح فين، ولا انت الفضول هيموتك؟ انا عمك يا ابني انت. عندك حق يا اونكي. اني نازل رايح لسالي. ست ليلي، استسمحك بالله تسامحي الولد مخيل، احب على ايدك يا اختي ما تزعلي منه. لا يا ست سميحه، معلش، ده ولد مجرم وانا لازم اسجنه، انا مش هسيبه.
يا اختي الواد خد كفايته من الضرب ده من امبارح وهو في المستشفى. انا اللي مش فاهماه هو عمل كده ليه؟ هو انا اتاخرت عليكوا في حاجه؟ مش كل اللي بتطلبيه من ساعه ما خدت جمال يتربى عندي بديهولك؟ ده انت مغرقانه من خيرك، واللي يقول غير كده عويل. انا عارفه يا اختي الواد مجنون ومطيور، بس والله ومليك عليا حلفان الواد خد درس عمره واتعظ. سايق عليك النبي يا اختي تسامحيه. خلاص يا ست سميحه بسامحاه. الهي ربنا يساعدك ويكبر بخاطرك وما يوقعك في دقيقه زي الدقيقه اللي انا وقعت فيها الجمعه اللي فاتت. خير يا سميحه؟ ايه اللي حصل الجمعه اللي فاتت؟ مش شقتنا ولعت؟ او نو، دي اتفحمت، ومن ساعتها بنام في دكانه واحد جارنا عشان ما معيش فلوس اجر شقه. خلاص خدي دول يا ست سميحه اجري بيهم شقه. روحي يا شيخه، الهي ربنا يكبر بخاطرك يا ليلي يا بنت صابرين. بقول لك ايه يا بت، طلعي الفلوس اللي تخرجين كل حاجه. سالي ايه يا سالي؟ في حد نفخ نفسه وشايف نفسه عليكي؟ يا رامبو هتقرب لك ولا ايه؟ هتقرب لي، ابقى بحبه. بتحبه؟ والوالدة عارفه؟ والده؟ بقول لك ايه، طلع الفلوس. طب في دماغك ايه ده؟ عايز ايه بس يا سليمان دلوقتي؟ الو الو، ايوه يا ممكن مجدي، اغتني انا في اسم العمرانيه. ربيتك يالا، في اسم العمرانيه بتعمل ايه؟ اصلني لمحت بطرف عيني الخبيثه واحد بيعاكي سالي ومفتحت دماغه. يخرب بيت سالي واللي جابه سالي. لا اشتم اللي جابه سالي، انما سالي لا، ده انا بحبه. اتكلم صام يلا اخلص يا ابني. انا اسف. ايوه ممكن، هات لي اكبر محامي واغلى محامي عندك. يلا ما تبخلش. سلام. طب والنبي انا اروح له ازاي وانا كده؟ طيب روح له فين؟ الواد سليمان ابن اخويا في الاسم وبيقول لي هات محامي ونروح له. يا نهار ازرق، لا ما دام فيها اقسام يبقى ما اعرفكش يا كبير. وديني ما هشيلك. الله الله، ايه الصوت ده؟ امي يا بنت اللي انت بلعته في كرسي. اخده يعني اخده. بتتحرش بيا، بتتحرش بيا، خليكوا شاهدين. انا هوديكي ب 60 داهيه، انت يظهر نفسي انا مين. انفخ بلالين، هتكون مين يا حبيبي؟ بس اللي كان بيجري ورا عربيه السبرس انا هنفخها. تاريخك عدي يا معطر. فشرتي واتقطع لسانك، انا حصانه يعني كارت احمر، وهوديكي ب 60 داهيه. ما تهبطي يا بيت، ما تهبطي. وادي ده قد ابوك عيب كده. تحطها معايا يا جعفر، دي عايزه جرار يا بس حاجة. كده بس يا جدي تيجي تقول ايه؟ لقيت لك اللي هتخلص لك حوار سليمان. يا مين؟ هي دي. ايه بس يا ابني؟ يا عيلة بلطجية. بلطجية ايه بس يا باشا؟ دي محامية وعلى كيف كيفك واصل الاصل وتفوت في الحديد كمان، ما يغركش جسمها. واضح يا شيخ حسان ان وجودي في القاهره الفتره دي اصبح مهم للغايه. ايوه بس احنا خايفين عليك ابو فجر، لا قدر الله سقوطك في ايدي الكفره خساره كبيره لا تعوض. يا شيخ حسان، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وبعدين ما كلنا مشاريع شهداء. لسه ما جاش وقتها يا ابو فجر، واديك شايف سفيان الجزائري استشهد، وده كان من الكفاءات والعقليات الفزة. عشان كده انت بالنسبة لنا دلوقتي جوهرة نادرة لابد نحافظ عليها. سفيان الله يرحمه كان عبقري، كان لازم ينفذ التخطيط اللي قعد سنة كاملة يخطط فيه. حتى لو كنا حصلنا على المعلومات اللي ناقصة فات الأوان، السلسلة كلها اتفكت. المعلومات المذكورة في اللابتوب مربوطة كلها برابط زمني دقيق، أي تأخير فيه يجعل منظومة العملية كلها بلا أي قيمة. ما هي دي الغلطة الكبيرة اللي انتوا ارتكبتموها يا شيخ حسان،
ان انتوا استنيتوا الحد ده. انا ما كنتش اعرف ان تنفيذ العمليات مرتبط برابط زمني، الا كنت طلبت منكم ان انتوا تنفذوا الموضوع فورا وما تستنوش لحد ما ارجع مصر. انا ما كنتش عارف انك ما تعرفش يا شيخ توفيق. انا كنت متصور ان الشباب بلغوك. متصور؟ هو شغلنا فيه متصور يا شيخ حسان؟ واضح ان الناس في مصر بتشتغل بطريقه تانية غير اللي بنشتغل بيها في العالم كله. ده تهريج، تهريج. مستقبلي ضاع يا تمام. يا ابني قلت لك ما تخافش. مش مهم، كله يهون عشان خاطر سالي. سالي دي انا بحبها. اي يعني انت ممرمطني وراك واقف تحب لي فيها؟ انت تافه يالا. ما تقلقش، انا هعمل اللي عليا والباقي على ربنا، ويا سيدي كل اللي ربنا يجيبه كويس. انت بتقولي ايه؟ لا دي اذكار مالكش فيها. قول لي مين فيهم اللي عمل المصيبه؟ المتخلف ده. ده يستاهل ده. انما مين الشاب الوسيم؟ هو انا ناقصك انت كمان يا استاذه؟ انت جاي تطلع الواد من المصيبه ولا جاي تتخطبي ولا عايزه ايه؟ شوفي شغلك يا استاذه، انا واقف. ماشي، قول لي يا ابني هو برضه رافض يتنازل؟ رافض ابن الرفضي ده، حتى سالي الغلبانه حاولت تغريه عشان يتصالح، مفيش فايده. نعم يا حبيبي؟ حاولت تغريه. لا انا فاهم، هي حاولت تغريه وانت بتحبيه. لا انت ذكر يالا بصراحه، ذكر والله. دي كبرت في نظرك اكتر. كبرت في نظرك؟ امال مش بتضحي؟ ده انا لو اعرف اغريك وانت غريه. انت يا استاذه، يا استاذه. أيوة. حضرتك هنعمل ايه؟ حماده اعمل اتفقنا عليه. ماشي يلا حبيبي. هتعمل ايه؟ اتقل بقى الرز انت. ايه؟ اجيبك. الحق يا عم. ايه برضو مش عايز تتنزل؟ يا عم افهم دي سابع مره اقول لك. طيب الراجل بيقول لي ادفع لك رشوه 100 جنيه. فين ده؟ يعني مفيش فايده. انسي. يا رامي الجسد ده انا جيت جنبك. جسد؟ مش انت يا اخويا شاهد انه هو اللي بطح لي دماغي؟ تكلمين انا؟ شاهد وانا كمان شاهد. حي ومش هسيبه، حقي ولازم اجيبه. اهدي اهدي اهدي، حد يلحقنا بن وده وقت قهوه يا ممكن الست بتروح مننا. والله يا دكتور انا حاسه ان حاله عادل بقت احسن وبتتطور. ايوه يا دكتور، خصوصا بعد ما اخد اجازه بدون مرتب من التلفزيون. هو بقاله فتره ما بيجيبش سيره ناجي، وبيضحك ومبتسم. التطور واضح عليه جدا. انا كنت متاكد يا مدام قمر ان عادل لما هيبتدي يلاقي جزء من احلامه اللي ضاعت منه هيبتدي معاها يلاقي نفسه من جديد. مش هوصيك عليه، عايزك تهيئي له الجو المناسب للابداع. نجاحه في السينما معناه شفاؤه الكامل من كل المتاعب النفسيه اللي عنده. فك بقى خليتك دي بقى. انا مش عارف سالي ما طلعتش معانا ليه. عشان سالي عليها قضايا كتير يا حبيبي. الله يكسفك، فضحتنا. بحبيه يا اونكل، بحبيه. يا عم اركب بلا اونكل بلا زفت. بقول لك ايه، ممكن ايها الشاب الوسيم اركب معاك وتوصلوني؟ امال ايه يا استاذ، انا جاي اوصل مين؟ اخرس انت بقى يا ابن اللذيني. مش وقعت محاميه، ده انت وقعت النقابه كلها. اتفضلي يا استاذه، حضرتك رايحه فين؟ رايحه عند خالتي في مدينه بدر. مدينه بدر اللي هي على طريق السويس. مش بعيد، دي خطوتين من هنا. يا سلام، وحتى لو بعيده ده احنا نوصلك اخر الدنيا. ده الاستاذه ما رضيتش تاخد اتعاب ولا ايه يا ممكن؟ لا انا شايف تاخد اتعابها وتمشي احسن. نعم. بيقول عليا الطلاق لا تركب حالا. يلا يلا اركب اركب. يلا اتفضل اتفضل. لا ليه اتفضل. بالراحه على العفش. يا رب. انا مش قادره اصدق نفسي. انا اللي مش مصدق نفسي. انا حاسه ان انا راكبه جنب فان ديزل العرب. الله يبارك لك يا حبيبي. الواد تمام شال فوق طاقته كتير. بس ده الجامعه حلوه وصفره. على اذنك يا استاذه نزليني. ما تسليتي نفسك، ده انت سفيفه حتى يعني. نزلني يا تمام. نزلينا يا حاجه بعد اذنك. نزلنا يا حسان. مين حسان؟ حاضر حاضر. يلا انت بت خلاص يا جماعه وتروحي على طول. او انت مروحه تلنا قتل. ها يا ممكن
الفردة اللي تحت دي نامت. خش يا عدنان وتلم. عدنان حاضر. تعالى كانت مضيقة الدنيا. افرد رجلك كده يلا. أوي. يا ستي اهدي بقى. اطلع مجدي اطلع مجدي اطلع مجدي موسيقى. بتطفي التسجيل ليه؟ يا عم احتفل بعيد ميلاد جرحك ده في البيت، صدعتنا. يا عم احتفل بيه في الحتة اللي تريحني، هو عيد ميلاد جرحي ولا جرحك؟ يا اسطى ركز في الطريقة، الله لا يسيئك. خانتني يا قبلي، شفتها بعناية دول وهي بترمي شباكها على واحد مقرش. بقول لك ايه يا عم انت؟ نزلني. اتفضل. بص يا اسطى، خدها نصيحة من ست، اللي يمشي وراها ما يكسبش. أنا اللي غلطان يا قبلي. أنا اللي غلطان إني سمحت لنفسي إن أحبها في السر وما صرحهاش. أنا كان لازم أعرف إن في فرق بيني وبينها، في سور كبير وعالي. طبعًا هي أستاذة ومحامية قد الدنيا وأنا سواء ميكروباص. وفي فرق في الوزن كمان. معلش صدعتوك. صفاء هتكون زميلتكم الجديدة في قسم الغنى. أنا متحمس لها جدًا وشايف إن هيبقى لها مستقبل هايل. مادام حضرتك متحمس لها قوي كده ومعجب بيها. أكيد فلتة يعني. ما تغني يا صفاء، عايزين نسمع صوتك. إذا بجد؟ أنا خايفة أوي. إيه يا صفاء؟ أنت مش قلتيلي إنك كنت بتغني كتير على مسرح الثقافة الجمالية في بلدكم؟ يوه كتير أوي. طيب أمال إيه؟ أنت هنا بتغني وسط إخواتك. يلا يلا ما تخافيش. دكتور سليم في حد عايزك بره. عن إذنكم. جاي اودعك. خلاص اتجوزي انا ده. اقدر اعرف مين؟ تهمك قوي. واحد وزير ابن خالي في الخليج. ترى بتحبيه؟ بقى لي 5 سنين وقت. بتهزري صح؟ عايز نعمل ايه بعد كل الحب اللي بينا ده وجاي تسالني سؤال زي ده؟ انت جايه ليه انا ده؟ جايه ليه؟ جايه تقلب علينا المواجع ولا جايه تدوسي على الجرح ولا لسه؟ جاي اديك دول. ودول ايه دول؟ شرايط الحفلات اللي كنت بتلعب فيها مزيكه وانا معاك. مش عايزاها. طب ما رميتيهاش ليه؟ عايزك تحتفظ بيهم. اكيد هيجي يوم هاخدهم منك. اكيد. انا بحبك. ايدي في ايدك تسير والمولى رايها، ايدي في ايدك تسير والمولى رايها. تيرا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 ر
ربنا واني لسه جه ترارارا ليه نشتكي ارضنا واني لسه جه الميه حياه النفوس بس انت تعطيها ايدي في ايدك تسير والمولى رايها ايدي في ايدك تسير والمولى رايها. يا علي علي انت صحيت يا علي؟ انا مش علي يا امي،
أنا توفيق. لواحد الحيرانين.